هكذا تم توقيف هؤلاء الأشخاص وهم يقطعون الأشجار بطريقة غير قانونية على مستوى غابة طقرسان بولاية الجلفة وحجز جميع المعدات الخاصة بهم من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتعظ ميتا. تم توقيف المشتبه فيهم في حال التلبس. أسفرت العملية على توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 34 سنة بتهمة تخريب وقطع أشجار داخل الأملاك الغابية الوطنية وحجز ساحنة محملة كمية من الخشب الجاف وخمسة مناشير أوتوماتيكية. بكثير من الحسرة يتحدث فريق من الغابات عن حادثة قطع الأشجار التي تسبب فيها هؤلاء الأشخاص ويصفها مراقب الغابات بالجريمة. بالنسبة للعمليات هذه القطع العشوائي للأشجار تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون العام للغابات، لا سيما المادة 72 و73 منه التي تعاقب بمعاقبة كل من يقوم بقطع الأشجار. هذا وتبقى مسألة قطع الأشجار وإبادة الغابات تؤثر على إنتاجية الأرض والتربة بولاية الجلفة.